السلطه القضائيه باتساق مع الاصلاح الولائي للاستعلامات العامه عمليه مراقبه لوحده فندقيه على مستوى منطقه عين دياب. هذه العمليه كتدخل في اطار مجموعه من العمليات اللي كتباشرها المصلحه، اطار مراقبه ديال العمل ديال المؤسسات السياحيه مدى احترامها للقانون المنظمه قوانين المنظمه، كذلك من اجل مراقبه مدى احترام الوحدات الفندقيه لاحترام اجراءات الحجر الصحي اللي كيطبقها المغرب بالمناسبه ديال انتشار وباء كوفيد 19. هذه العمليه الامنيه مكنت من الوقوف على مجموعه ديال المخالفات والافعال اللي كتعتبر مخالفه للقانون، سواء منها ماسه صحه وسلامه المواطنين من خلال ضبط مجموعه ديال المشروبات الكحوليه المهربه، وكذلك ما يتعلق بالتزييف والتزوير علامات تجاريه الخاصه بالمنتجين والمستوردين ديال المشروبات الكحوليه، وكذلك تم الوقوف على كل المخالفات المتعلقه بالتقنين، حيث تبين بان هذه المؤسسه الفندقيه كتوفر على ثلاثه الملاهي الليليه، مع العلم ان الرخصه المخوله لا ما كتسمحش لها تباشر هذا النشاط المهني. كذلك تم الوقوف على مجموعه ديال المخالفات المتعلقه بقانون الاجانب والاقامه في المغرب، حيث تم ضبط اربعه ديال الاشخاص من جنسيه جزائريه يقيمون في الفندق بطريقه غير قانونيه وفي وضعيه غير قانونيه، تجاوزوا المده القانونيه المسموح بها في التواجد ديالهم فوق التراب الوطني. جميع هذه المخالفات وهذا الجناح وهذه مخالفات القانون تم تسجيلها تحت اشراف النيابه العامه، وبعد اشعار النيابه العامه في استقناع تم وضع مسير الفندق تحت تدابير الحراسه النظريه في انتظار الابحاث والتحريات من اجل الوقوف على حقيقه الامر وضبط كل متورط في هذه القضيه. كذلك هذه العمليه كتبقى من ضمن العمليه اللي غتبقى مستمره من اجل ضبط اي مخالفه سواء للقانون الجنائي، قانون المنظم للوحدات والمؤسسات السياحية، كذلك كل ما يتعلق باحترام فرض حالة الطوارئ. وبهذه المناسبة تم ضبط مجموعة كبيرة ديال قنينات ديال الخمر، كذلك ليفينيات فيسكال، وكيف ما قلت لكم الأبحاث والتحريات غتبقى مستمرة تحت إشراف النيابة العامة من أجل ضبط كل مخالف لهذا الفعل.